السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل اي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. المفوضية تحسم مصير البطاقات الانتخابية التي لم يتسلمها المواطنون. اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توضيحا بشأن البطاقة الانتخابية والتي لم يتسلمها المواطنون، وقالت الناطقة باسم المفوضية جمان الغلاي ان مفوضية الانتخابات لن تترك البطاقات الانتخابية التي لم يتسلمها المواطنون مباحة في مراكز التسجيل، لافتة الى ان المفوضية لديها خطة خاصة في هذا الجانب وستعلن عنها قريبا. وبشأن المراقبين الدوليين بيّنت أن المفوضية مهمتها تسليمهم مراكز ومحطات الاقتراع وأماكن انتشارها وتوزيعها، وبالتالي المراقبون الدوليون لهم حرية التنقل في أي مركز أو محطة يودون المراقبة فيه. وأضافت أن عدد المراقبين الدوليين وصل الآن إلى 509 مراقبين، من بينهم بعثة الاتحاد الأوروبي 274 مبعوث، فضلا عن توسيع مهام الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ستمد العملية الانتخابية ب 130 مراقب أممي. وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن انتخابات تشرين تمثل نقطة تحول في العراق، فيما أشار إلى أن يوم الاقتراع سيكون الانطلاق نحو الإصلاح. وقال صالح خلال المؤتمر الصحفي: نعبر عن تقديرنا لمفوضية الانتخابات ونقدر دور بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات. وأشار إلى أن انتخابات تشرين مفصلية وتمثل نقطة تحول في العراق، مؤكدا ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة. وأضاف أن إجراءات المفوضية والأجهزة الأمنية استثنائية لمنع التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن يوم الاقتراع سيتحول لعرس وطني وفرصة لتثبيت الإرادة الوطنية العراقية والانطلاق نحو الإصلاح. من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف خلال المؤتمر أن أصوات العراقيين أمانة كبرى، وعمليات المحاكاة تمثل مستوى من مكاشفة الجمهور والمجتمع الدولي، مشيدا بدور الأمم المتحدة وبعثتها بدعم المفوضية للانتخابات. بدورها أكدت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت أن انتخابات تشرين فيها إمكانية وستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة. شروط يجب أن تتوفر في الناخب يوم الاقتراع. ما هذه الشروط؟ أسبوع واحد يفصل العراقيين عن يوم الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراءها في 10 من تشرين الأول 2021. وفي هذا الصدد نستعرض شروطا هامة يجب توافرها في الناخب للإدلاء بأصواتهم خلال يوم الاقتراع. وجاء في الفصل الثاني المادة 4 أولا من أن قانون الانتخابات العراقي إن الانتخاب حق لكل مواطن عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. شروط يجب توافرها في الناخب. ويشترط في الناخب وفقا للمادة الخامسة من قانون أن يكون الناخب أولا عراق الجنسية، ثانيا كامل الأهلية، ثالثا أتم 18 من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات. ما هي المستندات مطلوبة في يوم الاقتراع؟ تنص المادة الخامسة رابعا من قانون الانتخابات على أن الناخب يجب أن يكون مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية، ولديه بطاقة ناخب إلكترونية مع أبراز أحد المستمسكات الرسمية الثلاث: هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية. وسيشارك في الانتخابات 110 أحزاب و22 تحالف انتخابي، فيما ستتم عملية التصويت في 1079 مركز في جميع أنحاء العراق وبضمنها أقليم كردستان.